معانا كريم احمد، معانا كريم احمد من المغرب. قبل ما نكمل ونشوف الصحافه المغربيه قالت ايه، معانا كريم احمد من المغرب عشان نعرف منه اخر يعني تطورات الامور واخر طبعا ليله المباراه الكبيره جدا جدا. كريم مساء الخير عليك، طمنا على فرقتنا، طمنا على اخر استعداداتنا وليله مباراه مهمه جدا امام الرجاء المغربي. برحب بيك طبعا كابتننا الكابتن هاني رمزي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني نقدر نقول لحظاته وتنتهي كل الاستعدادات الفنيه بانتهاء التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب العربي الزاوي اللي استقبل الحقيقه تدريب فريق النادي الاهلي على مدار الايام الماضيه. ارضيه الملعب جيده جدا بالنسبه للملعب التدريب، يعني اقرب بشكل كبير جدا يا كابتن هاني من ملعب مرقب بمحمد الخامس اللي هيستقبل بمشيئه الله مباراه الاهلي والرجاء غدا ان شاء الله 8 مساء بتوقيت الدار البيضاء، 10 مساء بتوقيت القاهرة. كل الاستعداد الحمد لله كانت ماشيه بشكل طيب جدا، الاستعدادات الاداريه، الاستعدادات الفنيه، ايضا كمان لاعبي النادي الاهلي وخبراتهم الكبيره والوعي الكبير جدا لكل اللاعبين. التجمعات انت عارفها كابتن هاني بتكون بعد الفطار وبعد الغداء، الكل بيتكلم على اهميه هذه المباراه، عارفين اهميه الجمهور، ويمكن في صعوبات كتير جدا ممكن تقابل، لكن الوعي الكبير والخبرات الكبيره اللي مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تقدر تحسم هذه المباراه. لكن النقطه المهمه والايجابيه جدا بالتاكيد هنا في المغرب الحقيقه، يعني بنقدم كل الشكر والتحيه والتقدير لأشقائنا المغاربة الحقيقة على استقبالهم الرائع لحظة بلحظة معانا، الجانب الأمني الحقيقة اللي مش بيسيبنا، كل التنقلات معانا، تنسيق على أعلى مستوى، ملعب العربي الزاوي الحقيقة جدا، يمكن الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة الحقيقة أشاد بالكل الحقيقة في كل حركة الناس معانا. هي مباراة في كرة القدم لكن العلاقات تبقى وتظل كالعادة طبعا بين الشعب المصري والشعب المغربي، لكن بعيدا عن العلاقات هي مباراة في كرة القدم. النادي الأهلي مركز بشكل كبير جدا يا كابتن هاني، التدريب الأول أنت عارف بخبرتك الكبيرة التدريب الأول بيكون مهم جدا، شفنا مدى الجاهزية ومدى رغبة لاعبي النادي الأهلي، وأيضا كمان أمس كان التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي مستر كولر الحقيقة مش سايب أي حاجة، الراجل بيحاول إن هو يركز بشكل كبير جدا في كل صغيرة وكبيرة، على طول بيجتمع مع اللاعبين بيأكد على أهمية هذه المباراة، عشان كده أملنا وثقتنا كبيرة جدا في الجهاز الفني، في مستر كولر، في اللاعبين، في الخبرات الكبيرة جدا في هذه المباراة. مركب محمد الخامس بالتأكيد هيكون ممتلئ، يمكن الناس بتقول 37,000 وناس بتقول 50,000، لكن بالشكل العام اللي احنا متواجدين فيه وبنشوفه العدد هيكون يصل ل 50,000، لكن مهما كان التجمع الشناوي يمكن اتسأل كمان النهارده قال احنا بنحب نلعب في الأجواء الجماهيرية، النادي الأهلي عنده خبرات كبيرة جدا جدا، ويا رب إن شاء الله يا كابتن هاني نقدر نحسم هذه المباراة يا رب بمشيئة الله بإذن الله بالروح والقلب المعروف عن فريق النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله نعود من المغرب ببطاقة التأهل إن شاء الله. كريم طالما جبت سيره الجماهير، كمان كنت بقول ان جماهير النادي الاهلي ليها عامل السحر، وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. عايز اعرف منك يعني الاعداد المتواجده دلوقتي، وهل في يعني كثافه عدديه من جماهير النادي الاهلي لحضور هذه المباراه بشكل او باخر؟ يعني بالتاكيد طبعا جمهور النادي الاهلي شيء عظيم جدا جدا جدا، شفناه الحقيقه في القاهره ومنتظرين الحقيقه ان هو يكون متواجد في مباراه الغد بمشيئه الله. يعني مش هنقدر نقول اعداد كبيره، لكن توقعنا ان يكون عدد من جمهور النادي الاهلي متواجد. سر جمهور النادي الاهلي وعظم جمهور النادي الاهلي مهما كان قله العدد بتوصل للرسائل وبيوصل للتحفيز وبيوصل للهتاف، لان المجموعه اللي بتكون متواجده الحقيقه بتقدر ازاي لو الفريق مريح شويه بلغه الكوره بتقدر ان هي تشجع وبتهتف هتافات عظيمه جدا. فمنتظرين جمهورنا ومنتظرين ايضا كمان كل الجاليه طبعا متواجد هنا اللي حابه ان هي تكون متواجده طبعا تآزر النادي الاهلي، جمهورنا ان شاء الله يكون متواجد. وحتى يا كابتن هاني انت عارف حتى لو مفيش جمهور كتير النادي الاهلي عنده رغبه كبيره جدا جدا جدا، لان في ملايين كثيره جدا من جمهور النادي الاهلي منتظران ان شاء الله باذن الله ان هو ياخد البطوله مش يعدي هذه المباراه. لكن النادي الاهلي معودنا احنا بناخد خطوه خطوه، قطعنا شوط كبير جدا في المباراه الاولى في القاهره، عندنا شوط اصعب واهم ان شاء الله باذن الله غدا. يا رب ان شاء الله كالعاده لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، رغبتهم تكون كبيره، دخولنا في المباراه يكون سريع، وده اللي يمكن بياكد عليه مستر كولر الراجل بيتكلم، لابد يكون دخولنا جيد جدا، ما نلتفتش لاي شيء، هنشوف هتاف، هنشوف حماس كبير جدا من الجمهور. هي هدف 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، هدف وحيد ان شاء الله يفتح لنا كل الامور، ويا رب ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي يا كابتن. طيب كريم برضو على مستوى الفني اللعيبه، احنا عارفين كل الاستعدادات على المستوى الفني يعني على قدم وساق، ولكن جاهزيه اللاعبين، هل كل اللعيبه جاهزه للمباراه؟ هل في بعض الشكوك في بعض اللاعبين؟ طمنا برضو على الحاله الصحيه والبدنيه لفرقتنا.
يعني بالتاكيد يا كابتن هاني من الاشياء المطمئنه جدا الحقيقه ان الحمد لله من اول يوم ما فيش حد اشتكى من حاجه، يعني رغم الحماس والجديه الكبيره جدا في التدريبات لكن الكل بيحافظ على بعضه، لان احنا محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي. اول تدريب كان جيد جدا، وتدريب الامس وتدريب اليوم، يمكن لسه وانا بكلم معاك يا كابتن هاني تدريب النادي الاهلي شغال على ملعب العربي الزولي، الكل بيحافظ على بعضه والحمد لله. بعد كل مباراه في شغل كبير جدا بيتعمل الحقيقه من الجهاز الطبي، انت بتعمل ريكفري هنا، بتعمل مخفص ثلج هنا قبل ما تروح الفندق، لان يمكن الامور دي بتكون مهمه جدا بخبرتك الكبيره. انت عارف يا كابتن هاني بيكون مسافه طبعا لفندق الاقامه، وبعد كده بتبدا من جديد تعمل مخطط ثلج، لكن الحقيقه ملعب العربي الزولي وكل الحقيقه اشقائنا هنا بيوفروا كل الامور الخاصه بالريكفري بمخطط الثلج، عشان كده دي حاجه ايجابيه جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها مهمه ان شاء الله بمشيئه الله، يا رب ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، لكن بشكل عام الجاهزيه تامه لكل اللاعبين، يتبقى بس التوفيق، ويتبقى ايضا كمان ال11 اللي هيكون مستر كولر يتم اختيارهم ان شاء الله، الاجهز يكون متواجد، ويا رب ان شاء الله يكون التوفيق مع كل لعيبه النادي. احنا معاك يا كريم، وصوره كمان كانت موجوده ل التدريب المستمر دلوقتي، اخر تدريب لفريقنا النادي الاهلي. كل اللعيبه طمنا عليها بشكل كبير. كلمني عن الصحافه المغربيه ومتابعتها لهذه المباراه، الشكل العام ايه؟ هل في ضغوط معينه على فريق النادي الاهلي؟ هل في نوع من انواع الثقه؟ كلمني عن الصحافه المغربيه وتناولها للمباراه، شكله عامل ازاي؟ يعني هي الصحافه المغربيه هنا انت عارف يا كابتن شقين، يعني كل الجزء اللي بيشجع نادي الوداد متعاطف مع النادي الاهلي بشكل كبير، وبيدعم النادي الاهلي وبيحفز النادي الاهلي، وحتى الصحفيين او اصحاب الاقلام كلها اشاده للنادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا نادي الرجاء الكل بيتمنى التوفيق لجمهوره وايضا كمان وسائل الاعلام هنا، لكن الميزه الكبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ان في فصل تام عن هذا الامر، ده امر مهم جدا، وده اللي معودنا عليه الحقيقه لعيب النادي الاهلي. كنا متواجدين في كاس العالم للانديه وشفنا الاشاده الكبيره جدا من اشقائنا المغاربه، لكن كاس العالم الانديه مختلف بشكل كبير عن البطوله الافريقيه، الكل عايز يكون متواجد، عشان كده الحقيقه يمكن النادي الاهلي بيركز فاصل بشكل كبير جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ ودوره الممتاز الحقيقه، كابتن سامي قمصان، الجهاز الفني بالحقيقه، كل واحد بيقوم بدوره يا كابتن هاني، عشان كده ان شاء الله بنامل ان النجاح يكون للكل، ويا رب ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه وتكون فرحه كبيره جدا لكل الشعب المصري ببطاقه التاهل، وبعد هذه المباراه ان شاء الله يكون لكل حادث حادث. يمكن بسالك يا كريم على الصحافه، لان في بعض الصحف تناولت ان في يمكن انشقاق شويه، في شويه لخبطه في معسكر فريق الرجاء، هل الكلام ده صحيح ولا احنا عارفين ساعات الصحافة بتطلع بعض الأخبار علشان تاخد شوية من تركيز ولعبة النادي الأهلي؟ هل صحيح هذه الأخبار ولا هي مجرد حرب نفسية قبل المباراة؟ يعني يمكن نقطة مهمة جدا يا كابتن هاني بأكد عليها، الأمر ده يمكن الناس سألته في المؤتمر، يمكن سألت منذر الكبير طبعا المدير الفني لنادي الرجاء، الراجل ما حاولش إن هو طبعا يجاوب إجابة صريحة، لكن الحقيقة ده هذا حصل يمكن في بعض الأمور، لكن حتى الراجل يمكن خانوا التعبير شوية في بعض التصريحات على النادي الأهلي، لكن زي ما بقول لك كل التصريحات وكلها أمور يعني بتكون لعب بالألفاظ ولعب بالحروف وبالأرقام، لكن النادي الأهلي كالعادة مركز، النادي الأهلي عنده هدف وعنده مهمة جدا، نادي الرجاء أيضا كمان ساند بشكل كبير جدا على جمهوره، النادي الاهلي عنده امل بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله ان ال11 لاعب ان شاء الله باذن الله يتم اختيارهم مستر كولر ينهوا المباراه من البدايه، ضغطنا يكون مهم جدا دخولنا للمباراه، كل الامور دي يا رب ان شاء الله مستر كولر النهارده يحط الرتوش الاخيره في التشكيل، يحط الرتوش الاخيره في تقسيم المباراه بشكل كبير، ويتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله يا كابتن هاني. شكرا جزيلا كريم، كل التوفيق لفرقتنا، بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نفرح بكره بفرقتنا باذن الله. شكرا جزيلا كريم.